هذا الصحابي عالم من أعلام المسلمين، وهذا الصحابي أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد، كان هو الذي يذوب ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي هو صاحب أفضل مهر في الإسلام، إنه الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه.